من سادات قريش كان احيانا يستمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد ان يسلم انه عقبه بن ابي معيط وحين سمع بذلك صديقه ابي بن خلف غضب غضبا شديدا ونهره واخبره بان ما بينهما من ود لن يعود الا اذا قام بايذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عقبه نحو اكرم الخلق وتعرض له بالاذى فتوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان وجدتك خارج جبال مكه لاضربن عنقك صبرا فلما كان يوم بدر ابى عقبه ان يخرج مع قريش خوفا من ان يقع ما توعده به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له احدهم مطمئنا لك جمل احمر لا يدرك فان كانت الهزيمه طرت عليه انتصر المسلمون ووقع عقبه في الاسر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه خاف عقبه وارتعد وسال بذل ورجاء يقتلني من بين هؤلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانزل الله فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ندم وحسره وشقاء مصير دفعه اليه الاخلاء وهكذا الصحبه ان لم تكن لله وفيه قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين فاحرص اخي على صحبه المتقين وليكن نصب عينيك وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل